حمايتنا من وزارتي الثقافة والسياحة وبالتعاون مع محافظة اللاذقية ومجلس مدينتها. انطلقت فعاليات زلفة الموسيقية التشكيلية بنسختها الثانية والتي يقيمها نادي حكاية الفن، وذلك في حديقة الشهيد عمار رفعت عبود في حي المزرعة. هي عبارة عن يعني حالة فنية متكاملة، تظاهرة فنية في كتحول، يعني العدد المشاركين فيها حوالي 400 شخص، بين راقصين، بين فنانين تشكيليين، بين رسامين، بين موسيقيين. الحالة هي من اسمها فيك تعرف انه عبارة عن شيء عفوي بالكامل، عم نحاول نعمل شيء اسمه تواصل، يعني إضافة مثلا خلينا نقول صار التواصل بين الفنان والمتلقي أسهل بكثير من باقي الأوقات الثانية. الرسالة الأساسية نحن نتواصل كمبدعين مع الجمهور بطريقة أقرب من الطريقة الرسمية المعتادة أو الطريقة التقليدية المعتادة اللي هي الأمكنة المغلقة بشكل أساسي، أنه نحن نروح لعند المبدعين، لا هالمرة المبدعين إجوا لعنا. المشاركة الأولى بهذا المهرجان عملين بورتري حجر صناعي جرانيت، فيه حالة مناجاة، والعمل الثاني على المرأة فيه حالة نهوض واستمرارية. تضمن الافتتاح عروضا راقصة وعزفا منفردا وثنائيا وجماعيا لطلاب النادي وعددا من العازفين المحترفين، إلى جانب افتتاح معرض منوع ضمت لوحات ومنحوتات لطلاب وفنانين أتوا من عدة محافظات سورية. مشاركتي هي في مشاركة عزف مو اليوم، نحن انه 3 ايام، وفي تدريب للطلاب صغار وكبار. انا مصمم ومدرب هاي الفكرة هي فكرة آدم وحواء، كيف بيولد آدم وبتطلع من ضلعه حواء وبعدين كيف بيطلع النسل الاول، وفكرتي انا حاطة هيك مجرد فكرة ما اكثر. فعالية زلفة تعود لمحبيها بعد غياب دام 3 سنوات لتكون النسخة الثانية منها مفعمة بالحياة والموسيقى والفرح في تظاهرة فنية متكاملة بامتياز.